السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم في منبركم الرأي الحر. ليبيا عادت يبدو إلى مربعها الأول ولا أحد يعلم ما المصير. الآن حكومتان وحالة من الاستقطاب الحاد ومخاوف من عودة الصراع. الدبيبة يعتبر أن الدول الخمس في بيانها بدت أقرب إلى موقفه بشأن الانتخابات. كيف سينتهي صراع الشرعية بين الدبيبة وبشار؟ وما جدية المخاوف من عودة الصراع والحال أن هناك عربات عسكرية تتدفق الحقيقة إلى طرابلس؟ ومن شأن أي قدوم إلى لبشاغة رئيس الحكومة الثانية، أي قدوم إلى طرابلس من شأن ذلك أن يشعل صراعا مسلحا كما يتخوف البعض؟ هذا موضوعنا في الساعة الأولى طبعا، ونرحب بكل من يتواصل معنا من ليبيا، و يعني الباب مفتوح طبعا للجميع للمشاركة وإبداء الرأي. الساعة الثانية سنتركها للعرب ودروس أوكرانيا. تعرفون بأنه الموقف الغربي الآن، الموقف الغربي الآن يعني وكأنه أخذ نصف المسافة، لم يقف مع أوكرانيا تماما، لم ينصرها بالسلاح وبالرجال وبغيره، لكن يمدها بالسلاح ليس إلا. وأوكرانيا كانت تتوقع أكثر، هذا الحليف الأمريكي وحليف الغربي. فلسان حال العرب الآن يتساءل، ماذا لو كان حالنا مثل حال أوكرانيا؟ هل ستقف أمريكا مكتوفة الأيدي وتكتفي بمدنا بالسلاح، أم ستخوض معنا المعركة؟ وبدأ الحديث الحقيقة البحث ربما عن بديل للحليف أو الحامي الأمريكي. طبعا الشخصية المعروفة عبد الخالق عبد الله الإماراتي طرح هذا السؤال، هو سؤال الحقيقة يبدو مضحك، وكأن بعض الدول العربية والخليجية تحديدا دائما تبحث عن حامي، لا تبحث عن ذواتها وقوتها وتشكيل قوة تستطيع أن تقف ضد أي غازي. عبد الخالق عبد الله يتساءل، ماذا لو غزتنا إيران؟ شو راح يكون موقف أمريكا؟ إيه يا روح قلبي، ما عندك سلاح وعندك رجال، ليش تدور على حامي وداعم؟ لكن على كل حال هذا حال بعض العرب، يبحثون دائما عن حامي لديارهم وعروشهم وحتى أشياء أخرى. طيب، ما بديل هذه الدول العربية في حال لا قدر الله حصل في بعض ديار العرب ما يحصل اليوم في أوكرانيا؟ هل الحليف الأمريكي موثوق أم على العرب البحث من الآن عن بديل؟ هذا سؤالنا في الساعة الثانية. لكن دعونا نبدأ من ليبيا. حكومتان تتنازعان الشرعية، من منهما الأكثر شرعية من الأخرى؟ ما الحل؟ وماذا لا قدر الله لو حصل خلاف بسيط وأدى إلى عودة الصراع، ما الحل حينها؟ أهلا بكم. باتت الأزمة الليبية الجديدة على خلفية تنازع حكومتين الشرعية باتت تهدد بقلب الهدوء النسبي رأسا على عقب، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها في عدة مناطق في البلاد. وتفاقمت المواجهة خلال الأيام القليلة الماضية عندما أدت حكومة جديدة تشكلت بتوافق بين زعيم ميليشيا الكرامة في الشرق الليبي خليفة حفتر ووزير الداخلية الأسبق فتحي بشاغة، وأدت اليمين الدستورية أمام البرلمان في الشرق الليبي في حين رفضت الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة. ردت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة دبيبة بتحذير كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال أو سيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن الإذن بالتحرك المسبق من الوزارة. وندد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد دبيبة الذي تم تنصيبه قبل عام في عملية سندتها الأمم المتحدة، ندد بقيام البرلمان بتعيين فتحي بشاغة ليحل محله،
وقال إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات. ومع احتدام التجاذبات السياسية في البلاد وسيادة التوتر في طرابلس، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مبادرة لحل الأزمة الراهنة لمنع انزلاق البلاد في أزمة قد تقود إلى صراع عسكري جديد. وجهت ويليامز خطابين إلى رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مقترحة تسمية 6 ممثلين عن المجلسين لتشكيل لجنة تضع قاعدة دستورية توافقية على أن يبدأ عملها يوم 15 مارس ولمدة 14 يوما. وفق المستشارة الأممية، فإن حل الأزمة لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، بل لابد من إيجاد حل توافقي يحفظ للبلاد وحدتها. يأتي ذلك في وقت دخلت فيه طرابلس أجواء ملتهبة بتحرك حشد ضخم للعربات العسكرية نحوها، وذلك بعد أن نالت حكومة فتح بشاغة الثقة وحلف معظم وزرائها اليمين الدستورية. ويعتقد أن هذه القوات تتبع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض ترك منصبه. ويعقد مجلس الأمن الدولي في 16 مارس الجاري جلسة لبحث أوضاع ليبيا، ومن المقرر أن تقدم المستشارة الأممية إحاطة لما آلت له الأمور في البلاد وتفاصيل المبادرة التي اقترحتها على مجلسي النواب والدولة. وعلى خلفية تصاعد التوتر في ليبيا، أكد وزير النفط الليبي أن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى ما دون 1 مليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار. نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير النفط محمد عون القول إن الإنتاج تراجع إلى 920,000 برميل يومياً، وكان الإنتاج عند نحو 1,200,000 برميل يوم الأربعاء الماضي. ليبيا إذن حكومتان وعودة للاستقطاب ومخاوف من عودة الصراع. الدبيبة يعتبر بيان الدول الخمس متناغماً مع خطته للانتخابات في يونيو المقبل. كيف سينتهي الصراع الشرعية بين الدبيبة وبشاغة، وما جدية المخاوف من عودة الصراع؟ السؤال موجه للليبيين قبل غيرهم. ونرحب طبعا لمن يتواصل معنا للمرة الأولى. الكثير من الليبيين بالتأكيد يتابعون هذا البرنامج، وبعضهم لا يبادر للمشاركة. الأرقام تظهر تباعا في أسفل الشاشة الآن، الزملاء سيبدأون في إطلاعكم على الأرقام. الأرقام أمامك، وما عليك إلا أنك تبادر وتسمع صوتك. ونرحب كما قلنا ونعطي دائما أولوية لمن يتواصل معنا للمرة الأولى. الأرقام بدأت الآن في الظهور على الشاشة أمامكم. نرحب في البداية بضيف الحلقة، ينضم إلينا الليلة الدكتور أسامة قعبار الكاتب والمحلل السياسي من الدوحة. دكتور قعبار مساء الخير. من يمثل الشرعية الآن في ليبيا بين السيدة دبيبة أو السيد بشاغة؟ الاثنين لا يمثل الشرعية، ولكن إن يعني أجاز القول بأن كان هناك مسار في جنيف وسبق بحوار في تونس وشكلة مجلس 75. فإن أعطينا هذا المسار شرعية، فنستطيع أن نقول دبيبة وحكومة دبيبة هي الحكومة الشرعية الآن. أما بشاغة فحقيقة هي حكومة مزيفة وفق مخرجات جنيف، أن لا يملك البرلمان أن يقيل رئيس الحكومة ويشكل حكومة جديدة ويعطي الثقة لحكومة جديدة. هو له الحق أن يعطي الثقة، ولكن ما ليش الحق أن يتم أن يكلف رئيس حكومة. هذا إجراء يرجع إلى المجلس الرئاسي. ولكن حكومة دبيبة أيضا هناك من يطلق عليها منتهية ولايتها. ما هم الكل منتهد ولايتهم. المجلس الأعلى الدولة منتهي ولايته من 2014، البرلمان منتهي ولايته من 2016، كلهم منتهي ولايتهم يعني وفق الإجراءات القانونية اللي تم بها انتخاب المؤتمر الوطني اللي بعدين تم إعادة تسميته المجلس الأعلى الدولة أو البرلمان. كل هذه أجسام انتهت صلاحيتها. يعني ليش الآن يجوا على حكومة دبيبة ويقول والله منتهي صلاحيتها؟ أنت منتهي صلاحيتك بالأساس، أنت اللي تطعم فيه الآن. لكن هذا الذي تقوله سيد قعبار، هذا ربما يزيد من ضبابية المشهد
ويزيد من خطورة الانزلاق إلى الصراع، على اعتبار بأنه لا أحد يملك الشرعية الفعلية، وبالتالي هذا يضع البلد على كف عفريت فعلا. هو شوف يعني حقيقة أنا أستبعد دخول البلد في أي صدام مسلح الآن. ليش؟ لأن من يدافع على المسار الديمقراطي وعلى الانتخابات هؤلاء هم الثوار والوطنيين الشرفاء الصادقين، وهم على جادة الصواب. ومن يدافع الآن ومستصنع فتح بشاغة فهو يعلم ضمنيا من أنه يتبع مصالح ضيقة، فلهذا لن يغامر ويدخل في قتال، لأنه لو قتل تعلم يعني جيدا أنه هو في الفسطاط الخاطئ. الأمور واضحة وبينة في ليبيا. لهذا السبب لا يستطيع فتح بشاغة أن يفرض نفسه. هناك قوات معاه نعم، ولكن هذه القوات متذبذبة، لأنها تعلم أنها تؤيد مؤامرة على الشعب الليبي. وليس دفاعنا لحكومة الدبيبة ماشي، ولكن أنا لا أدافع عن الدبيبة يعني، ولكن أنا أدافع على المسار اللي حاصل أو المشهد السياسي الليبي الآن وأشرحه. الدبيبة هو اللي يعتبر الأقرب للشرعية في ليبيا باعتبار نحن ارتضينا مخرجات جنيف. إذا مخرجات جنيف تقول إيش؟ أن هذه الحكومة تسلم إلى بعد ما يحصل انتخابات. بجينا في 24 ديسمبر وما حصلش انتخابات. إذا لا يملك البرلمان أن يشكل حكومة جديدة، لا يملك وفق التشريعات الجنيف أو المتفق عليه بجنيف، لا يملك. وفي جنيف تقول أن الأمانة ترجع إلى 75 في حالة الخلاف ما بين المؤتمر بين المجلس الدولة وبين البرلمان، فإن الأمانة ترجع إلى لجنة 75 اللي هي اجتمعت في جنيف وشكلت المجلس الرئاسي وشكلت حكومة اسمها دبيبة اعتبارا حكومة. طب ليش مش ما نرجعوش الى جماعه 75 ونقول لهم يا جماعه افتوا لنا في الموضوع هذا؟ هو الحقيقه اذا صالح يتخذ هذا الاجراء اللي هو اجراء فردي من طرفه هو بدون ما يتشاور مع المجلس الاعلى للدوله. هو سيد قعبار الان الاشكاليه انه كل شخص يزعم لنفسه الشرعيه، وكل شخص يعني التف من حوله انصار، وبالتالي لا ندري على كل حال من سيكون الحكم بين المتخاصمين. يبدو أن المستشارة الأممية السيدة ستيفاني ويليامز تقوم بهذا الدور الحقيقة، وتواصلت مع رئيس سي المجلس الأعلى للدولة ورئيس البرلمان لتشكيل لجنة من 6 أشخاص للبت في القاعدة القانونية، ومنها الانتقال طبعا لاحقا إلى الانتخابات وغير ذلك. ما حظوظ هذا الدور الذي تقوم به ويليامز؟ شوف انا بس اريد ان اؤكد على شيء. انا الان احلل لك المشهد السياسي بكل حياديه حقيقه. انا ماليش اي نصيب لا في حكومه هذا ولا في حكومه الثانيه، قد ماليش اي مصلحه في الموضوع هذا. هذا امر. البعثه الامميه هي بعثه تآمريه ولم ياتي من وراءها خير منذ البدايات حقيقه. استثني من موضوع البعثه الامميه هي الفتره التي قاد فيها الدكتور طارق متري هذه البعثة في ليبيا، حقيقة كان منحاز إلى المسار الديمقراطي ومنحاز إلى خيار الشعب الليبي في تقرير مصيره. أما كل من أتى على رأس هذه البعثة الأممية فهي بعثة متآمرة بما فيها الأشخاص اللي هم من يوم ابتدت البعثة في 2011 إلى الآن موجودين. ومعروفات، هذول شخصيات أمنية معروفة يعني وعربية للأسف يعني. ما في داعي لذكر الأسماء. فالآن ما تقوم به السيدة ستيفاني، إذا كان الشعب الليبي مستنفر ضد المجلس تاع الدولة ومستنفر ضد البرلمان، وأنت الآن ترجع تأتي لخالد المشري اللي هو أيد حكومة فتحي بشاغة ومساند لفتحي بشاغة وتقول له والله ترى أعطيني 6 أشخاص من عندك، حيعطي جماعته هو اللي يأيدوا في فكرة يعني، وتجمعها مع 6 أنفار من جماعة عقيلة صارع اللي هو شكل حكومة فتحي بشاغة وأعطاها الثقة بشكل غير شرعي وغير قانوني. إذا هي هذه اللعبة يعني تعمل تلعبوا فيها الشعب الليبي ولا ايش بالضبط؟ ولكن اسمح لي سيد قعبار، يعني هذا الدور الذي تقوم به السيدة ويليامز او غير السيدة ويليامز لابد ان تتعامل مع الاجسام الموجودة. انت لا تأتي باشخاص من الشارع او اشخاص من خارج هذه المربعات. انت تعود الى مجلس النواب او المجلس الاعلى للدولة او حكومة دبيبة او حكومة بشاغة، هذه اجسام يعني تحظى إن لم نقل شرعية كاملة على الأقل أقل من الشرعية بقليل كما أشرت حضرتك منذ قليل. ما الخيار إذا كنت أنت لا تقبل لا بمجلس أعلى الدولة ولا مجلس النواب؟
في خيار ما نرجعها للقضاء الليبي للمحكمة العليا الدستورية. ليش ما فعلوش القضاء الليبي وهو يفصل في هذه الأمور؟ ومن قال أن القضاء الآن شرعي إذا كان كل هذه الأجسام غير شرعية كما تراها أنت على الأقل؟ هذا قضاء، هذا قضاء، إيش علاقته بشرعية؟ لا ينتخب القضاء، ما يتمش انتخاب القضاء، لم يتم تفعيله للمحكمة الدستورية العليا في القضاء ليبيا. لا، القضاء لا يوجد له ولا لهذا الطرف أو ذاك الطرف. القضاء كما تعلم في الدول العربية يميل إلى هذا الحاكم أو ذاك، وكم من قضاء انحاز الانقلابي في بعض الدول العربية. لا، المحكمة الدستورية في ليبيا عطلت من 2014 من لما حكموا ببطلان انتخابات البرلمان الليبي. لما حكموا بهذا الحكم تم تعطيل المحكمة الدستورية في ليبيا، وكما هي معطلة في تونس الآن. نعم، يعني الآن المنزلق في تونس نتيجة تعطيل المحكمة الدستورية، غياب المحكمة الدستورية، لا توجد محكمة دستورية أصلا في تونس، هذه إشكالية أخرى. نعم، إذا لا، ما هو ناحية قانونية. إذا كانت البعثة العمومية صادقة في 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 نيتها الاستقرار في ليبيا تفعل المحكمة الدستورية. صحيح. طيب الآن إذا معناها الآن أمام هذا الحاصل إجراءات تلفيقية، يعني حتى البعثة العمومية الإجراءات اللي تعمل فيها إجراءات تلفيقية، ليش ما تلجأش إلى المسارات الصحيحة اللي هو يرفضيها الشعب الليبي؟ أنت الآن ما زال ترجعي في الحكم في ليبيا إلى جسمين استفزوا الشارع الليبي بما فيه الكفاية. هو الحقيقة يعني مطب ليس من السهل الخروج منه، ربما خصوصا سيد قعبار، وهنا أختم معك، خصوصا في ظل تدفق هذه العربات العسكرية إلى طرابلس والمخاوف من أنه أي إقدام أو محاولة من السيد بشاغة للوصول إلى طرابلس قد تشعل الشرارة الأولى لهذا الصراع لا قدر الله. الآن يعني ليش السيد بشاغة؟ ليش السيد بشار عندما خسر في 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 جنيف في شهر 12 قامت القيامة، وأصبح يهدد في الدبيبة قبل ما يستلم، أصبح يهدد فيه ويقول أن حكومتك هذه تعتبر منتهية يوم 23 ديسمبر 2021، يحدد له حتى في الساعة 12 في الليل. طيب يعني الآن سيد قعبار، ودعني هنا فقط أطرح السؤال بصيغة أخرى حتى نختم معك. الآن ليبيا لا تحتمل، وهذا يقر به كثيرون، وأيضا لا أعتقد أن حضرتك تختلف، أيضا ليبيا لا تحتمل العودة مرة أخرى للصراع المسلح، لأنه لو عاد لقدر الله ربما سيكون التقسيم أقرب منه إلى 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 حلول أخرى. الآن حتى لا تعود البلاد إلى ذلك المربع القاسي والمؤلم، ما هي الخيارات المتاحة ولازم تكون مرضية لكل الأطراف؟ والله شوف، انا اقول لك حاجه باشي، احنا لازم ناتي الى خطوط حمراء اللي هي المجتمع الدولي يجب يعرف ان هذه لا يمكن تجاوزها، وهو ان حراس الثوره في ليبيا، وانا اتحدث على الثوار حاملي السلاح على الارض، لا يمكن ان يسلموا كل التضحيات اللي قدموها واخوانهم الشهداء ويسلموا الثوره العقيله صالح والنماذج هديه وترجعنا الى 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 مسارات اخرى مختلفه. فاحنا مسار الديمقراطي هذا هو اتجاهنا، جاب المسار، جاب عقيده صالح، جاب اللي هو ما فيش اشكاليه، خلاص احنا رفضينا الصندوق. اما حقيقه اي خيارات اخرى انا نقول لك لا يمكن ان تنجح، لا يمكن، حتى لو جاء اسماء السفن الان وتعمل اي طبخه لن تنجح الطبخه، لان الشريحه الوطنيه في الشارع الليبي نضجت بالشكل الكافي وهي منتبهه الى كل هذه المؤامرات الدوليه. لهذا السبب لم يتم احتواء الثوره الليبيه الى الان. ولا ربما الجانب الفوضوي شوية في الوطنيين اللي هو عدم تشكيل كيان سياسي لهم يجمعهم، لربما هذا هو ما خلى الثورة الليبية إلى الآن، لأن اتضح كثير من هم وطنيين بعد الثورة، منهم بني بشاغة، يعني بني بشاغة هذا لا أحد ينكر دوره في 17 فبراير، ولكن الآن يسعى بكل جهد أن يقسم ليبيا، أن يدخل اسمها ليبيا في صراع عسكري ثاني. كيف انت من رحم 17 فبراير وتقوم بمثل هذا التصرف، يعني تكون بيدق في ايدي يعني دول خارجيه ولا في ايدي مصالح داخليه ولا ايش بالضبط؟ يعني حقيقه مؤسف جدا ان نرى وطنيين كنا نحسبهم وطنيين الا ان باعوا وارتضوا ان يكونوا يا اما في الحكم يا اما مصالح معينه، سفراء ووزراء ومش عارف ايش ومزاديه. دكتور ليبيا حقيقه انا قلت حراس الثوره لن يسمحوا باحتواء هذه الثورة، احنا مسارنا الديمقراطي. بالله على ذكر حراس الثورة، هنا تجبرني على إضافة سؤال آخر واعذرني في الإطالة.
لأنه الحقيقة كثيرا ما يشارك معنا جمهورنا من ليبيا ويقول بأنه لا توجد الآن أسماء واضحة تمثل الخط الثوري. هناك نعم مسلحون، ولكن الكثير منهم حملوا السلاح بعد الثورة، فمن هؤلاء الذين تتحدث عنهم أنت وتقول حراس الثورة؟ أعطينا اسم واضح منهم معروف، علم من أعلام الثورة الآن وما زال يمسك بالسلاح. لا شوف يعني ما هي تو ذكر أسماء يعني حقيقة الآن يعني مش عارف هل هذا مناسب ولا لا، ولكن أقول لك مثلا صلاح فادي باي يعني هذا الرجل لا يمكن أحد يزايد عليه في 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 ليبيا، وهذا الرجل أنا شخصيا عندي بوصلتي في المسار الثورة في ليبيا هي صلاح فادي، أينما وجد هذا الرجل فأنا أقول لك هذا هو المسار الصح. لم يستفيد من هذه الثورة ولم ينتفع من هذه الثورة وبقى صادق لأهداف الثورة من 2011. فأنا ما زال أقول لك عدم تشكيل جسم يضم الثوار لربما هو لصالح الثورة الليبية حتى لا يكون هناك علم معين، لو هذا العلم باع منها راحت الدنيا. جميل. الدكتور أسامة قعبار الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة، نشكرك جزيل الشكر. نفتح الآن الخطوط، وياريت طبعا اللي تابعني الآن من ليبيا يبادر بالمشاركة، الأرقام أمامكم الآن تظهر على الشاشة، وما عليك إلا أنك تبادر. طبعا عندكم رقم واتساب لا يكلفكم قرشا ولا دينارا أينما كنت. أنا دائما أحرض طبعا على اعتبار بأنه الـ 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 الأوضاع الآن الاقتصادية في ظل كورونا وفي ظل هذا هذه الفوضى الدولية إن صح القول، المواطن يعني يحاول يحافظ، لكن المشاركة في هذا البرنامج لا تكلفك شيئا سوى أنك تحرك يديك قليلا وتكون عندك رغبة في المساهمة والمبادرة والمشاركة. أبو صقر من ليبيا مساء الخير. السلام عليكم يا سيد صالح. يا هلا بيك. مشكلة ليبيا أن هنالك أطراف تريد فرض الحل ولا تريد الحل الذي يرضى به جميع الدول، وهذا مستحيل. النقطة الأخرى، الحل في ليبيا يجب أن يكون فيه الوطن المنتصر وليس مجموعات. ما حدث من حلول تلفيقية خلال السنوات الماضية هو تقاسم السلطة، لم يتم فيه جبر الضرر، لم تتم فيه المصالحة، لم تتم فيه إعداد أمور دستورية. أما طيب أبو صقر، حتى لا يكون حديثنا إنشائي ويعني وربما ينطلق كما يقول البعض من أبراج عاجية، انزل لي للواقع في ليبيا وقول لي الآن كيف الحل بين بشاغة ودبيبة مثلا. الحل كل واحد منهم يريد السلطة. هي لو أردنا أن نفاضل هذا عن ذاك أو أن نجمع بين الرجلين أو نقصيهما الاثنين، يعني أعطينا حل يحفظ ليبيا ويحفظ مستقبل ليبيا ويذهب بها في اتجاه الانتخابات بشكل سلس وآمن. الآن في ليبيا أغلبية الناس تؤيد بقاء حكومة ألو سامعينك تفضل. أغلبية الناس تؤيد بقاء حكومة دبيب لسبب واحد، لأنها ملت من هذه مجلس الدولة. لكن يا أبو صقر رجاء واعذرني على المقاطعة، ما تقول لي على فكرة دائما عندنا في جمهورنا العربي أغلبية الناس نحن نؤيد أو نحن نرفض. يا أخي أنت أجريت استفتاء في ليبيا قالوا لك بأن الأغلبية مع دبيبة. أنا عايش في المعاناة يا سيد معك وأقدر ذلك، ولكن ما أدراك أن الأغلبية مع دبيبة وليس مع بشاغة. أنا من وسط هذا الشعب وأحكي بصوت هذا الشعب وأعبر عن رأي هذا الشعب. أنا فطبعا في لا مع احترامي لك لا تستطيع أن تعبر عن كل الليبيين يا أبو صقر، أنت تعبر عن رأيك وهذا مرحب به. طيب يا سيد صالح نعم. أما بخصوص المحكمة فقد تم إيقافها بعد الصخيرات خوفا من أن تتخذ المحكمة قرار بإلغاء اتفاق الصخيرات. هذا واضح. أما الحل في ليبيا وأقولها بكل صراحة، أي حل في ليبيا لا يكون فيه الوطن هو المنتصر لا يمكن أن ينجح. على الجميع التنازل، ومن التنازل من أجل مصلحة الوطن. أما اتفاق تقاسم سلطة وتقاسم مناصب كما يحدث فلن ينجح، لأن هنالك طرفا مهمش، وهذا الطرف المهمش سيعمل على إفساد ما تم اتفاق عليه. طيب هذا كله طبعا أنا أقدر جهدك
ولكن هذا كله كلام جميل وكلام وطني وكلام مخلص ولكن لم يلامس الحل. يعني أنا الحقيقة لا أكاد أو لا أجد حلا واضحا في حديثك. أنا قلت لك بكل صراحة منذ بداية مداخلتي بأن في ليبيا هنالك من يريد فرض حل، لا يريد الحل. طيب دعني أسألك حتى طبعا يتابعنا الآن بالتأكيد الجمهور. الآن عندك البرلمان يقف مع بشاغة واضح، وعندك باقي الأطراف في طرابلس تقف مع دبيبة. الآن كيف نقدر نجمع الاثنين دون أن نشتت ليبيا؟ أعطيني أنت رؤية مواطن. هناك هذا ما يسمى سؤال المليون، مليون دولار. من الصعب الإجابة في ظل هنالك شخص متعطش. هذه هي المشكلة. أشكرك على كل حال. بسلطة اسمه دبيب. شكرا لك أبو صقر من ليبيا، أشكرك. هو هذا الإشكال بالفعل. يعني الآن أنت كيف تقدر تقنع الآن عقيلة صالح أو غيره، يعني جماعة الشرق، بأنه عليهم أن يتخلوا عن بشاغة إعلاء لمصلحة الوطن؟ وكيف يمكنك أيضا أن تقنع الأطراف التي تدعم دبيبة بأنه عليهم أن يتخلوا عن دبيبة إعلاء أيضا لمصلحة الوطن؟ مو كلاهما يتحدث عن مصلحة الوطن. يا جماعة الخير، خراب الدول العربية أو بعضها على الأقل هي هذه الرؤى المتشاذة والمتضاربة. كل يزعم حبا لليلى، ليلى هذا الوطن اللي العظيم، لكنها تتنافر هذه المجموعات وأحيانا تفسد مصلحة الأوطان. مصلحة ليبيا معطلة الآن، أستطيع أن أقول ذلك. مصلحة تونس معطلة الآن بسبب اختلافات بين أهلها. مصلحة سوريا معطلة بالنظام يزعم بأنه يحافظ على مصلحة الوطن، ومعارضة تراه هو النكبة بل النكبات على هذا الوطن. وهكذا كلما تنقلت من بلد عربي إلى آخر إلا ورأيت هذا التشظي لا يخدم مصلحة الأوطان. وبالتالي يا جماعة الخير ارحموا أوطانكم والله، وخليكم جميعا تحبوا بصدق الوطن. مش كل واحد متمسك لي بمصلحته ومتخندق حزبيا ويقول لك والله أنا أحب الوطن. لنرى على كل حال. طه من ليبيا، مساء الخير. مساء الخير سيد صالح. يا هلا بيك، كيف حالك يا سيد صالح؟ الحمد لله. بالنسبة للمشكلة هنا، بالنسبة لي في ليبيا، قاعد نأكد لك كلام، مش حتصير مشكلة عسكرية ولا مشكلة انت حرب. أو عندي ثقة أن هيك ثقة هلبة يا أخي فوق من لازم، أنها مش حتصير الحاجة هي، خصوصا في طرابلس هنا هيك. مش جميل. عارف علاش ماكينه. طيب اذا كان الامر كذلك، وهذا ما نأمله جميعا الحقيقه، لماذا اذا العربات العسكريه تتدفق على طرابلس، جايه تشم في النسيم في طرابلس؟ هي دي ما احنا هيك، هي موليه طرابلس فتره، هي هيك زي ما تقول. عندي ثقه ان في بالنسبه للدبيبه وبالنسبه لبشاغه مش حيديروا حرب، ان عارفين طرابلس، طالعين من طرابلس وعارفين شو معناتها هي طرابلس، ويعرفوا ان في طرابلس شنو. صح ان هنا في هلبة حاجات عسكريه وكل شيء، لكن في طرابلس متقفين بدرجه اكثر من انت ما تتخيل، فاهمين كل شيء اللي صاير. مرات انت ستيفاني ويليامز، الكذب انت على الامم المتحده، الكذب انت على اللي صاير، كلها عارفين هنا الناس في طرابلس ان هم عقولهم فايته البرلمان، وفايت حفتر، وفايت الناس هي اللي يفكروا فيه، هم هذا فايتينا، عارفين شنو يفكر قبل حتى ما تصير. طيب يا طه يا طه، ما دامت النخبة في طرابلس واعية للمخاطر وواعية للمرحلة ومدركة لمصالح ليبيا، طيب لماذا إذن لا تخرج للليبيين حل وتنهي هذه الأزمة؟ لماذا الأزمة مستمرة الآن لشهور بل لسنوات طوال؟ المشكلة يا أستاذ صالح، ما في حد مخلينا في حان. ما في حد مخلينا في حالة، زي ما تقول الأمم المتحدة مهما كنت تسكر جهة يطلع لك جهة تانية، يطلع لك السيسي من غادي، طلعنا تو قيس سعيد إن شاء الله ما زال إحنا ملهاش فينا، حتى هو بيطلع لنا فيه الثاني. باهي لا إن شاء الله ما تخاف من تونس، ما تخاف. حاجة تانية، حاجة جديدة، إحنا ما نخافوش من شعب التونس، هذا شعب حبيبنا، ما كان إحنا نخافوا من هالسعيد اللي طلع لنا الغريب هذا، اللي هو
انا حاجه اللي ما فهمتهاش يا استاذ صالح، اللي يمشي لمصر ويقعد مع السيسي خير ينقلب على الشعب وينقلب على الدنيا زي بشاغه، مش مشى لمصر حتى هو، او مشى لمصر قلنا احنا يا ساتر ان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله اطلع. ما بقاش فهمنا شنو صاير، شنو يعطوا فيهم يقولوا لهم في دو، احنا ما نعرفوش ان احنا رانا بنقيموا العرب غير انتم ما تندروش، غير احنا ما نبوش نقولوا في دو ثانيه احنا ما نظبطوهاش، ما فهمناش في مخطط هما، ما فهمناش شنو يقولوا لهم كي غادي كاع في مصر في التغيير اللي يصير. وهي صراحه هو وحفتر يا ناس، انتم ناس قديمه هل حتى تفكيركم، والله نبعث لهم اي حد حتى هنا عمره على 9 سنين من هنا يعطيكم اراء احسن من اللي تديروا فيها انتم، والله لمصلحتهم يعني. شنو الغباء هذا؟ غباء يسحبون الشعب خلاص. اللي تقول انت عقيله صالح، انت هيت يا رجل، انت شبعت موت يا اخوي، انت هي يا رجل. شكرا لك، شكرا لك طه من ليبيا. على كل حال نتمنى الصحه والعافيه وطول العمر للجميع. مصلحه الاوطان على كل حال طه مهمه، والليبيون بالتاكيد يدركون مصلحه ليبيا، والكل يتحدث الحقيقه عن هذه المصلحه حتى لا نمايز بين هذا وذاك. هو حتى عقيله صالح، نعم الرجل يعني بلغ من العمر عتية، وأنا شخصيا وربما كثيرون يؤيدونني في ذلك، لا أعتقد أن الرجل ما زال عنده حلم أنه يحكم ويستمر في هذا الحكم، بل هو من منظوره ربما يرى أن مصلحة البلد تقتضي كذا ومصلحة البلد تقتضي كذا. ربما أنا أعتقد أنه الليبيين لو جلسوا كلهم مع بعض ربما استطاعوا أن يحلحلوا هذه الأزمة. لكن هل يستطيع عقيلة صالح ومن معه أن يأتوا إلى طرابلس ويجلسوا مع دبيبة وبشاغة والمجموعة كلها تجلس على طاولة واحدة إخوة ويفتحوا موضوع ليبيا؟ يا جماعة الخير ما هو المخرج؟ دعكم من المناصب، المناصب زائلة، لكن مصلحة ليبيا، ودعونا جميعا نجد حل. أنا متأكد لو أتيحت مثل هذه الجلسات ربما لقربت المسافات وأوجدت الحل. مصطفى من إيطاليا، مصطفى من إيطاليا لا يبدو أنه يسمعني، ياريت لو يعيد الاتصال. محمد من فرنسا، السلام عليكم يا سي صالح. وعليك السلام. أخي صوت الشعب الليبي والحكومة، هل الشعب الليبي راضي بحكومتين؟ والثاني كما قلت الحوار، لماذا ما يوجد الحوار المباشر الحكومتين؟ وخاصة الآن الحل موضوح يعني واضح، إذا الشعب الليبي، أين صوت الشعب الليبي؟ هذا الحكومة. شكرا لك، أشكرك محمد، وأعذرني طبعا كان هناك صوت الحقيقة في الاتصال من المصدر. رحال من المغرب يقول سبق وقلت لم تكن هناك انتخابات في ليبيا ولن تستقر مدام حفتر وعقيلة صالح يسيطران على الشرق، والحرب قادمة بينهما لا قدر الله كما يقول هو بالطبع. بوعزيز من ليبيا يقول إن الشعب الليبي لن يبيع ثورة فبراير ودم الشهداء لبشاغة وحفتر، لا أدري ماذا يقصد بدم الشهداء لبشاغة وحفتر، بيدقاء أمريكا وروسيا، ونقول لهم هذه ثورة وليست ثورة ماء، ثورة دماء وليست ثورة ماء. هذا كلام بوعزيز. رسالة أخرى أيضا لكن صاحبها نسي، أو ضو من مدنين تونس، يقول متصدرو المشهد السياسي في الشرق الليبي أغلبهم يأتمر بأمابر المخابرات المصرية التي تعمل بكل قوة لإيصال حليفهم حفتر للسلطة بأي ثمن، هذا ما يرفضه الغرب الليبي، فطالما المخابرات المصرية متحكمة في سياسيي الشرق فلن يستقر الوضع في ليبيا برأيه، وإن فشلت في إيصال شخص يخدم مصالحها فسوف تلعب ورقة التقسيم. خليل من مصر، مساء الخير. دكتور، يا اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي، تفضل. اهلا، مساء الخير. مساء الورد عزيزي، مداخلتك تفضل. ليبيا افضل حاجه ليها انها فدراليه، لان الليبيين مش متفقين. طيب شكرا لك خليل من مصر، يبدو أنه خليل يسمع في صوته وينتظر حتى
حتى ينتهي من صوته ثم يعود المداخلة. يا جماعة الخير لما تتصلوا بينا ابتعدوا على التلفاز رجاء حتى لا نضيع الوقت. رضوان مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أستاذ صالح أحييك وأحيي الجميع، معك الحاج رضوان من ليبيا. يا هلا بيك. نعم الفيدرالية نظام رائع وجميل وراقي، أبدأ بمصر قسمها فيدراليات ومقاطعات بعد سهل تو نعمل نحن فيدرالية في ليبيا. على أي حال أنا الحقيقة كنت أقول وما زلت وسأبقى أردد، مصر أذل وأضعف وأقل وأصغر وأحقر من أنها تتحكم في ليبيا. المؤامرة في ليبيا فرنسية خالصة، فرنسية حال. نعم مصر تسير في نفس الاتجاه وهو معول هدم. مصر تؤيد أي معول هدم في ليبيا، فرنسا، روسيا، فاغنر، أي شيء، المهم حاجة تهدم ليبيا معها مصر، تقف معها وتدعمها وتسير في نفس الاتجاه. أما تحكم المخابرات المصرية في المنطقة السر هذا كلام فارغ ما عنده حتى علاقة بالواقع. في ليبيا لا يوجد حكومتين، توجد حكومة ليبية شرعية واقعية موجودة على الأرض وهي في غرب ليبيا حكومة الدبيبة، حكومة الوحدة الوطنية. ولكن ضيفنا يرى يقول أن الحقيقة لا هذه ولا تلك تملك الشرعية الكاملة. أنا يا أستاذ صالح لم أحضر الحلقة من البداية، كنت خارج البيت. يعني هي حكومة الدبيبة حزب. نعم حكومة الدبيبة البعض يصفها بأن حكومة منتهية ولايتها. حكومة الدبيبة أستاذ صالح تنتهي بإجراء الانتخابات، الانتخابات لم تجرى لذلك هي مستمرة في عملها. ولعلمك هي حكومة تصريف أعمال بعد أن قامت حكومة بعد أن قامت برلمان طبرق بسحب الثقة. تصور يا أستاذ صالح حكومة عمرها 10 شهور تم سحب الثقة منها بعد 5 شهور. النيجيري عبد الله الثني 6 سنوات، 6 سنوات يا أستاذ صالح لم يسألوا أحد أين ذهبت ومن أين جئت، لم يسألوا أحد عن شيء على الإطلاق، والعمل مستمر حتى جاءت حكومة الوحدة الوطنية التي جاء بها عبد الحميد الدبيبة. إحنا يا أستاذ صالح لسنا مع فلان أو علان، المسألة ليست عبد الحميد الدبيبة فليذهب إلى الجحيم. احنا مع ليبيا مع الاستقرار، الاستقرار يا استاذ صالح انت رجل دارس اقتصاد وتعرف ما يسبب الاهتزاز السياسي في الدوله اي دوله والاهتزاز الاقتصادي هو الاستقرار. تونس لا فيها تدخل خارجي ولا ناتو ولا غزو سعودي ولا قصف طيران اماراتي ولا افارقه ولا مرتزقه ولا جنجويد ولا فاغنر ولا فيها شيء تونس، ومع ذلك غير مستقره والاقتصاد غير مستقر وهناك تراجع وتزعزع لسعر صرف الدينار التونسي. لماذا؟ لان استقرار كل 9 سنين، كل 9 شهور حكومه، كل 10 شهور حكومه، كل 9 شهور حكومه. هذا خطا، خطأ كبير. الدولة لابد أن تستقر على الحكومة. هذا حاج رضوان، هذا كلام جميل من الناحية النظرية، لكن ياريت لو تطبقوني على الأرض كيف ممكن تقنع الآن تقنع السيد بشاغة، وهذا ما فهمته من كلامك، أنه يعني ينسحب ويترك المجال الآن للدبيبة حتى إجراء الانتخابات المقبلة؟ وكيف ممكن تقنع عقيلة صالح؟ وكيف ممكن تقنع حفتر؟ وكيف ممكن تقنع الكثيرين أيضا ممن يؤيدون بشاغة الآن؟ هذا هو التحدي يا أستاذ صالح. لست محتاج أن أقنع الخونة والعملاء والبياطق، لست محتاج أن أقنع هؤلاء. الكلمة في ليبيا لأوروبا وأمريكا والحليف التركي وكذلك المحتل الروسي. بشاغة ما بشاغة، إن هذا ما عندهم قيمة، بكل هذا قدامهم ما هذا أقنع الناس الثانية، ما عندهم شيء في يدهم، ما يقدروا يعملوا شيء في ليبيا. هذه الحقيقة. أنا بعد اقتنعت ستيفاني ويليامز مبعوث مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة وكانت ستذهب لحضور حفل منح الثقة لبشاغة وتراجعت في اللحظة الأخيرة. لماذا يا أستاذ صالح؟ لأن الناس خرجت في الشوارع، خرجت في كل غرب مدن ليبيا، لأن الجنوب الليبي محتل والشرق الليبي خارج نطاق التغطية. رأت الناس تحدثت ورئاسة الأركان العامة في ليبيا وكذلك الكتائب المسلحة، الكل وقف يد واحدة ضد العدوان والغزو. يعني تأتي بالسلاح والغزو والأفارقة وتحتل البلاد وتجيب المرتزقة والفاغنر، بعد ما تخسر تمشي تخش لي بالسياسة وتعطي البيدق هذا بشاغة وتدخل معه تقول لا خلاص حكومة الاستقرار الوطني، هذه حكومة الاستنفار الوطني، لن نمكنهم والله لن يمروا. شكرا لك. ولعلمك أستاذ صالح اسمح لي بس الكلمة الأخيرة هذه. احنا الآن نسير في اتجاه الانتخابات. نحن من البداية لم نرفض الانتخابات، رفضنا غياب الدستور، لم نرفض الانتخابات يا أستاذ صالح. أنا كنت مؤثر على الانتخابات ولكن غياب الدستور يا أستاذ صالح، نريد شيء نبني عليه، والآن سنعمل على تفعيل قاعدة دستورية نبني عليها الانتخابات. وهذا كلام يا أستاذ صالح في خلال 3 شهور القادمة فقط. لن ترى دبيب ولن ترى بشاغة ولن ترى كل هؤلاء، فليذهبوا إلى الجحيم وتبقى ليبيا. وشكرا يا أستاذ صالح. شكرا لك الحاج رضوان من ليبيا. عبد الله من ليبيا أيضا. عبد الله لا يبدو. تفضل عبد الله، تفضل. تسمعني؟
يبدو أن عبد الله كاد أن يصل إلينا ولكنه اختفى فجأة. على كل حال عبد الله لو تسمعني الآن يا ريت لو تعيد الاتصال. ننتقل لعادل من ليبيا. مساء الخير. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام ورحمة الله. نحن طبعا مع حكومة دبيبة لأن الأولين أظن جربناهم فهمتوا بشاغة والجماعة الأولين 5 سنين ما داروا شيء. دبيبة خدم البلاد يعني الحمد لله طرق جديدة في البلاد وبعدين يعني صب للشباب يعني 40,000 لكل شاب يتجوز، منحة الصغار كل شهر يأخذوا فيها الناس عرفتوا، ففي جربناه 19 شهور الراجل يخدم في البلاد فهمت كيفه، الناس اللي قاعدين قبل ياخذوا في 450 خلان 900 فهمت، زاد مرتبات وزاد مرتبات الصحة والداخلية تو إن شاء الله بيزيدهم، فالناس تو عندها شعبية حتى في الشرق في طبرق في البيضة في القبة يومتها طالعين أهل عقيلة صالح طالعين حتى هم يطالبوا عم دبيبة مصبين لدبيبة فهمت. طيب على كل حال على كل يعادل يعادل دبيبة على فكرة لا يعطي من جيبه، هو يعطي من مال الليبيين، وبالتالي حتى لا نعود حتى لا نعود إلى الزمن الغابر ونشخصن الأشياء. لا لا أيوة. أنا قصدي أنا عارفين حق الليبيين هذا جميل. فهمت علي جميل. حق الليبيين إيه. طيب لكن أنت ترى أن دبيبة هو الأقرب لمصلحة ليبيا حتى الانتخابات المقبلة. طب ما بصوت أقرب، هو أقرب ليش؟ لأن الناس تدعم فهمته، وبعدين المجتمع الدولي حيدعم ليش؟ لأن بانتخاباته في شهر 6 بإذن الله تقام الانتخابات جميل. وبعدين المجموعة الأخرى مع روسيا والعالم توه ضد روسيا، يعني شيء طبيعي أنه بإذن الله منتهيين يعني أول ما جيل الانتخابات ينتهوا هذوكم كلهم يطلعوا من المشهد فهمت. شكرا لك عادل من ليبيا أشكرك. دكتور فرج من ليبيا أيضا. دكتور فرج مساء الخير يا دكتور. نعم السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أهلا دكتور. أهلا أستاذ صالح كيف حالك؟ يا هلا بيك تفضل. احنا المشكلة في ليبيا راهي مشكلة داخلية بامتياز، ما هيش مشكلة خارجية. الخارج استفاد من مشاكل الداخل. يعني احنا مجتمع مترامي الأطراف، مجتمع قبلي، مجتمع فيه ثقافات متعددة، مجتمع كان يعني فيه طبع يعني فيه جهوية متجذرة فينا، فهذه الجهوية وهذه الأمور الاجتماعية وهذه الجهات هي اللي استفادت منها الجهات الخارجية، وتمينا نحن يعني يستفادوا وهم يطبقوا في أجندتهم الخاصة بأيدي ليبية. يعني يا دكتور فرج أنت الآن وكأنك تناقض تماما الحاج رضوان منذ قليل، أنت لا ترى بأن الدور نعم. الأجنبي والفرنسي تحديدا بالفعل هو دور فاعل ومهيمن؟ هو فاعل، بس هو فاعل صحيح هو فاعل صحيح، بس المشكلة ليبية داخلية بامتياز. بداية المشكلة حسب وجهة نظري، ممكن اتفق معها شخص آخر ممكن نعم متفقش. طيب لكن إذا كانت ليبية والكل يقول بأنه يقدر مصلحة ليبيا، كل الأطراف الحقيقة لا أحد يقول بأنه يعارض أو لا يخدم مصلحة ليبيا، إذا كان الجميع يزعم خدمة مصلحة ليبيا فلماذا هذه الأطراف لم تتفق إلى الآن برأيك؟ لأن الجميع يرى في مصلحة ليبيا من وجهة نظره هو شخصيا أو ربما من وجهة نظر أو ربما من الزاوية التي تراها هذه الدولة أو تلك الدولة الأجنبية. الشرق الليبي أنت تعرف ولاءه لمن، والغرب الليبي أيضا له تحالفاته وهكذا. لا هو بفرض رأيه أو بفرض الزاوية اللي هي قناعاته يفرضها من خلال أنه يستقوى بطرف خارج. طيب ما العمل الآن دكتور فرج؟ والعربات العسكرية كما قيل تتدفق على طرابلس، ومن شأن أي خطأ في التقدير هنا أو هناك قد يشعل فتيل الصراع من جديد. نعم صحيح، يعني الآن العملية السياسية تحت المعك، والآن العملية السياسية في خطر، لكن الأسلم أن 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 ندخل في عملية انتخابية لانتخاب رئيس بأي طريقة كانت بأي اتفاق كان، لكن العملية والعمليات الوضع الانتقالي كل سنتين ثلاث بحكومة جديدة هذا ما يخدمش، لأن في وجوه جديدة حتصل إلى السلطة وترفض أن هي تسلم وتجي بعدها مجموعة أخرى وترفض حتى أنها تسلم وهكذا.
الذهاب إلى الانتخابات، لكن تحت أي مظلة دكتور؟ أنت تعرف بأنه لا توجد لا قاعدة دستورية الآن ولا دستور ولا غيره. والله ممكن يعني تحت مثلا اتفاق، تحت اتفاق أو قاعدة مؤقتة، قاعدة دستورية مؤقتة إلى حين مثلا تصل رئاسة معينة، هي ممكن تعدل في دستور، يعني نتفقوا على الدستور في المستقبل، لكن الآن المطلوب حتى الدستور مؤقت. طيب هناك تحدي آخر سيعترضكم، واسمح لي أطلت معك، سنعود مرة أخرى للخلافات السابقة حول من يصح له الترشح ومن لا يصح له، سنعود للموضوع نفس الموضوع اللي هو حفتر وسيف الإسلام وغيره، وتعودون إلى نفس المطب. ما العمل باختصار لو تكرمت؟ ما هو يا أستاذ صالح، إذا كان فيه شروط مسبقة وأنت تفتح الباب على مسرعية وبعدين لما يتقدم لك سين وصاد من الناس تقول لا والله أنا ما نقبلش، أنت من الأول مفروض فيه ضوابط، إذا وضعت ضوابط حقيقية ممكن الكل يتقيد بالضوابط، يعني مش شرط حتى مثلا أسماء جدلية، يعني حتى ناس تقلدت مناصب في السابق مفروض ما تقلدش، يعني في السابق يعني في حكومات، يعني حكومات سابقة يعني من سنة 2011 و12 و13 و14 وقاعدين هم نفسهم في المشهد. كلام جميل، شكرا لك دكتور فرج من ليبيا، أشكرك. نأخذ أيضا بعض المشاركات الأخرى أيضا عن طريق الواتساب. ناصف اللحامي من مصر يقول عدم الاتفاق بين الشرق والغرب على حكومة قوية موحدة وجيش موحد تجعل دولة ليبيا في صراعات وخلافات مستمرة. صالح من المغرب يقول الخلاف ليس بين دبيبة وبشاغة، الخلاف أعمق من ذلك كما يرى هو، إنه بين السيسي وابن سلمان وأبناء زايد من جهة، وبين تركيا ومن يدور في فلكها من جهة ثانية. يعود بنا صالح من المغرب إذن إلى البعد الدولي، ويراها ربما من خلال حديثه أنه هو المتحكم الرئيسي، يقول إنه تسابق من أجل مصالح والخاسر هو الشعب الليبي. محمد من ليبيا مساء الخير. أستاذ صالح تحية ليك ولجمهورك الكريم. يا هلا بيك. أنا أرى أن المشكلة ليست في حكومة دبي أو في حكومة بشاغة، المشكلة في مجلس النواب ومجلس الدولة، الجسم لا يريدان التخلي عن السلطة، فالانتخابات هي الحل الوحيد في ليبيا، لا يوجد حل آخر إلا الانتخابات. هي الانتخابات الحقيقة الجميع مجمع عليها تقريبا، لكن الطريق نحو الانتخابات هو المحفوف بالأشواك ومليء بالألغام فيما يبدو، هذه هي المشكلة. ولا الجميع يقول أنه لا بد من الذهاب إلى الانتخابات، كيف الذهاب إلى الانتخابات ولا يوجد دستور ولا يوجد اتفاق على من يحق أو من لا يحق له المشاركة، وهلما جرى من هذه التحديات؟ أعطيني كيف ممكن تتجاوزوا كل هذه التحديات بسهولة؟ هي الانتخابات من يشترك الانتخابات هم باتفاق مجلس الدولة، وهذا المجلسين يريدان أن تحل السلطة، لا تفق إلا في التمديد للجسمين هما. هذه مشكلة في ليبيا، المشكلة الجميع، لا بد من انتخابات الجميع بحكومة، وبعدين الحكومة بس المشكلة دائما قيلة حسن حكومة دبيبة في الحوار السياسي والآن يعني شكر لك محمد، واعذرني هناك تقطع في الصوت من عندك، اعذرني طبعا، أشكرك على كل حال. ننتقل لناصر من ليبيا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك استاذ صالح؟ يا هلا بيك. اهلا وسهلا بيك. خش في الموضوع طول، يعني الوضع في ليبيا يعني السهل الممتع، البلاد بسيطه ويخلقوا لها في مشاكل وكل شيء واضح، اذا كان هم يبوا الاستقرار لليبيا بالنسبه للشيء للمعارضين مثل البرلمان وخليفه حفتر والمنطقه الشرقيه، مع احترامي لشعبنا في المنطقه الشرقيه، هم يبوا دستور أو قاعدة دستورية مفصلة باش توصل حفتر في نهاية الأمر إلى حكم ليبيا، وهذا الشيء بدأ واضح قبل، كان يضحكوا على الناس بطرهات الإرهاب وما تابعة، والناس كانت مغيبة شوية، توا الشعب من جميع مناطق ليبيا في الشرق طلعوا عليهم، في الغرب إن هم عرفوا الداء في حفتر وأعوانه من البرلمان والناس هذه اللي في متشبتة بالنظام الرجعي العربي. بصراحة
والشيء الضامن الوحيد بعد الله عندنا قوتنا بين ايدينا احنا. الشعب الليبي قاعد مسيطر على السلاح. يعني باعتقادك بكلمة واحدة ناصر، السلاح السلاح في الحالة الليبية أنت تراه ربما رحمة وليس نقمة؟ والله بي 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 بكل صراحة أنا أشبه فيها الوضع الحالي مع العلم. يعني تقولي أنا صاحب سلاح ولا أنا إنسان تاجر ملك، ولكن اللي نشوف فيه أنا الضامن الوحيد، وأنا فصل طرابلس نشتغل وعندي محلات وعندي رزقي، الضامن الوحيد اللي نشبح فيه من هالناس هذه اللي يعني إنسان زي باش أغا حارب وطلع لمعمر دو زين جاي بيحكم، حتى هو اتضح أنه هو حتى هو ما عندهش مشكلة يسيب مبادئه وقوى اللي كان مهمنا بها، أنه غريب بيحكم بس يتنازل على كل شيء. فالناس البسطاء هذين اللي ماسكين سلاح هم الضمان الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى. شكرا لك ناصر من ليبيا، أشكرك. خالد من الجزائر في نصف دقيقة لو تكرمت. مساء الخير أخي صالح. مساء الورد. يجب أن يكون أحدهما رجل دولة لا رجل سلطة، يعني يتنازل والشعب لا يتنازل. الشعب يبقى يواصل بالسلمية، وهذه حدثت عندنا في الجزائر في 62، رجل بن خدم مدعوم من الشعب وبن بلة جاءت به الدبابة، بن خدم سحب لكن الشعب رقد. الشعب ما يرقدش، الشعب الليبي يخليهم يدخلوا، هما ما يدخلش البلاد في حرب أهلية، ويبتعدوا عن هذه تفكير العشيرة والقبيلة والجهوية وغيرها، يبتعدوا، يكونوا الشعب يفكر بمنطق الدولة. وعلى هذو الناس اللي راهم يدخلوا محور الشر هذا من الشرق يبتعدوا عنه. قال القضية ليبية تبقى ليبية، والجيش يقوم بدوره، الجيش الوطني ماهيش الميليشيات المسلحة من المشرق ومن الغرب وغيرها. واشكرك. شكرا لك خالد من الجزائر، أشكرك. واضح بأن تجربة خالد تعود إلى سنوات مضت وأراد أن يوصلها للليبيين، تمسكوا بالبلد وتمسكوا بمصالح البلد دون تخندق هنا أو هناك. أحمد من فرنسا يقول الحل في ليبيا هي ثورة، هكذا يقول، حتى يتم إزالة عقيلة صالح وحفتر وبشاغة وغيرهم ومن يدور في صفهم. واعذرني يقول يا صالح هذا ليس تحريض على الفوضى، وجهة نظره طبعا. أشكر عبد العالي من المغرب وأبو حسن من السعودية وأبو الطيب من المغرب ورسائل عديدة أخرى، لكن أدركنا الوقت، اعذروني جميعا. ننتقل الآن إلى هذا الفاصل الإخباري ثم لنعود. نبدأ هذا الموجز الليلة من فلسطين. قتيل وإصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن في القدس العاصمة الفلسطينية. قتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فيما أصيب جنديان من حرس الحدود الإسرائيلي أو ما يسمى حرس الحدود في عملية طعن نفذها الشاب سامر جمال الجواسمي عند مدخل باب الأسباط أحد أبواب البلدة القديمة الملاصق لسور المسجد الأقصى. إلى أوكرانيا الآن. أردوغان يعرض وساطة لحل النزاع وبوتين يتمسك بمطالب روسيا. عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحداد بلاده للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع في أوكرانيا. بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية فإن أردوغان أبلغ نظيره الروسي أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإرساء وقف إطلاق نار وفتح ممرات إنسانية. من جهته قال الكرملين في بيان عقب المكالمة إن بوتين أبلغ أردوغان استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب، وأضاف أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة الموضوعة والجدول الزمني الموضوع. إلى العراق. محتجون عاطلون عن العمل يغلقون مقرا لشركة نفطية ويهددون بالتصعيد. أقدم محتجون غاضبون على إغلاق مقر شركة نفطية في محافظة ذي قار جنوبي العراق مطالبين بتوفير فرص عمل لهم ومهددين بالتصعيد بإغلاق مواقع نفطية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. إذا ضاقت الحال بالمواطن فتوقع منه
الاحتجاج والثورة. إلى تونس أحكام أولية ضد 96 مدانا في هجوم بن قردان المعروف عام 2016. أصدرت محكمة تونسية أحكاما قضائية أولية ضد 96 مدانا بينهم 16 بالإعدام في الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة بن قردان بمحافظة مدنين جنوبي البلاد عام 2016. وذكر بيان بمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن الأحكام الصادرة تمثلت في عقوبة الإعدام ل 16 متهما والسجن مدى الحياة ل 15 متهما والسجن 30 سنة لمتهمين اثنين، كما تضمنت الأحكام السجن مدة 27 سنة لمتهمين اثنين والسجن مدة 24 سنة لسبعة متهمين والسجن مدة 20 سنة لثلاثة من المتهمين. نختم بهذا الخبر يتعلق باليمن والأمم المتحدة. الأمم المتحدة تقول أنجلينا جولي النجمة الأمريكية المعروفة تزور اليمن اليوم بهدف تسليط الضوء على الاحتياجات الإنسانية لليمنيين. بربكم كم زعيم عربي، أنا والله أرد هذا الخبر أن يكون موجود فعلا، كم زعيم عربي زار الدولة العربية العظيمة والتاريخ العظيم اليمن حتى يطلع على أحوالها ويطلع زملائه العرب والجامعة العربية على أحوال اليمن. أنجلينا جولي من هناك من أمريكا حطت اليوم في عدن اليمنية. أما الكثير من الزعماء العرب والبرلمانيين العرب وفاعلي الخير العرب بعضهم لم يزر اليمن أبداً، رغم أن المجاعة تهددها منذ سنوات والحروب تهزها شرقاً وغرباً منذ سنوات. راجعوا أنفسكم أيها العرب، وبالذات اللي عنده سلطة أو عنده المال، تستطيع أن تغير الكثير من حال اليمن وحال دول عربية عديدة أخرى. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مبعوثتها الخاصة أنجلينا جولي تصل اليمن اليوم، بل وصلت فعلاً، في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبع سنوات. أنجلينا جولي تفضحكم جميعاً أيها الزعماء والمعنيين العرب. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل نتحول إلى أوكرانيا والدروس التي يمكن أن يستقيها العرب في ضوء ما جرى في أفغانستان من هزيمة منكرة للأمريكان، وموقفهم أيضاً الذي وصف بالمخزي الآن في أوكرانيا. هل يتوجب على بعض دول الخليج تحديداً البحث عن بديل لهذا الحليف الأمريكي؟ نعود لهذا السؤال المهم بعد الفاصل.